هنروح مع حضراتكم لمدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة، واللي بتعتبر قلعة صناعية أو قلعة صناعة التكنولوجيا في مصر. المدينة اللي اتبنت عشان تساهم في زيادة النمو الرقمي والتفوق التكنولوجي، مدينة اتبنت لرفع قدرات التكنولوجيا في مصر والشباب وتأهيلهم للبحث العلمي والتفوق في معرفة نظم التكنولوجيا الحديثة وعالم الرقمنة المتطور. مدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة واحدة من أهم وأجدد مشروعات الدولة المصرية التي تعمل على النمو الفكري والثقافي والتفوق التكنولوجي، مشروع يتواجد به العديد من المميزات التي تجعله من أفضل المشروعات التي تمت إقامتها في العاصمة الإدارية الجديدة. تم إنشاء المدينة لتكون أكبر مركز بحوث وابتكار وتطور عملي في مجال التقنيات والتكنولوجيا، وتحتوي على العديد من المباني الهادفة للتطور الفكري والثقافي. ففيها تم إنشاء جامعة مصر المعلوماتية، وهي أول جامعة في إفريقيا بالكامل متخصصة في تكنولوجيا المعلومات وعلوم الاتصالات. تستحوذ المدينة أيضاً على مبنى مخصص لتدريب الشباب على التطوير التكنولوجي بطرق متقدمة. بلغت مساحة مدينة المعرفة 250 فداناً، وتم إنشاء المدينة لتكون خاصة بمراكز البحوث والابتكار والتقدم في المجال التقني، ومن المتوقع أن توفر المدينة حوالي 500 ألف فرصة عمل. يوجد في مدينة المعرفة أيضاً شركات عالمية، ويوجد بها مراكز تدريب على التقنيات الحديثة. كما ستساهم مدينة المعرفة في العاصمة الإدارية الجديدة في رؤية مصر الشاملة وخطة تحويل مصر إلى مجتمع رقمي بحسب رؤية مصر 2030 باستثمارات تزيد على 15 مليار جنيه مصري. وسيكون من شأن العاصمة الإدارية تحويل البلاد إلى مركز إقليمي للابتكار والمعرفة. هذا وتعد جامعة مصر للمعلوماتية ومركز التميز للتصميم العالمي والتقنيات المساعدة ومركز الأبحاث التطبيقية، بالإضافة إلى مباني الخدمات المتعددة ومبنى التحكم الرئيسي، جزءاً من مدينة المعرفة. كما سيكون مركز الابتكار في الإلكترونيات أحد مراكز البحث والتطوير بها. تضم المدينة مركز إبداع للجيل الصناعي الرابع في مصر بمساحة 15 ألف متر مربع، والذي يطبق مهارات الذكاء الاصطناعي ويقوم على التكنولوجيا المتقدمة في التصنيع المحلي. كما تتضمن المدينة مركز ابتكار الإلكترونيات الذي سيوفر بيئة عمل متكاملة مع بنية تحتية ذكية متطورة. وسوف يقدم المركز للشركات التي تبحث قرار الانتقال للعاصمة الإدارية حوافز عديدة، مثل الإعفاء لمدة 3 سنوات من رسوم إيجار المباني. ويقدم المركز أيضاً مختبرات تقنية مثل الغرف النظيفة وMEMS والجيل الصناعي الرابع وإنترنت الأشياء والروبوتات والوسائط المتعددة.